مش ممكن طبعا. فهمت ليه بقى انا زعلت منك النهارده الصبح؟ ديفي حبيبي انا عارفه انك الياهو سافر باريس تاني، بيقول فيه طيارات جديده. ديفيد انا مش مصدقه ان كل السفريات دي علشان الطيارات. انت مصدق؟ انت اللي تقولي. الياهو مش بيتكلم معايا في الشغل ابدا. لانك مش قريبه منه. مش قادره اقرب. ما تنسيش ان خطيبك. انا بحبك. ما دام قبلتي بالخطوبة دي بقى لازم تقومي بالتزاماتك ناحيتها. ما كانش ممكن اقول لك قبل كده. تقولي ايه؟ في مجتمع زي اللي احنا عايشين فيه ده، مجتمع فيه اكتر من 30 جنسية و30 لغة، مهما كان اللي بيتقال عن ارض المعاد والعودة وكل الكلام ده، لازم كل واحد يدور على جدار يحتمي بيه. ديفيد انت لسه ما كملتش سنه في اسرائيل، بس لازم اقول لك ان الوسيله الوحيده للاحساس بالامان هنا ان الفرنساوي يتجوز فرنساويه، والروسي يتجوز روسيه، الامريكي امريكيه، والبولندي يتجوز بولنديه. انا عارفه، عارفه ان الكلام ده ممكن يضايقك، عارفه انك متحمس وعملت كتير عشان الوطن والعوده وكل اللي احنا عايشين فيه ده. انما ايه يا استر؟ لو كنا في بلادنا الاصليه كان بقى سهل جدا اني ارفض الياهو وإياه يرفضني، كان بقى سهل وطبيعي، كان بقى سهل اتجوزك ديفيد. انما هنا مالك يا استر؟ الياهو طلب مني تحديد ميعاد للجواز. اعتقد ان ده من حقه. بيقول ان الحرب ممكن تقوم، محدش عارف وقتها ايه اللي ممكن يحصل. حجزت لي التذكرة؟ لقيت نفسي مش قادر اسمع كل ده واسكت يا مصطفى بيه. قمت خالف التعليمات؟ ما قدرتش. حتى لو حضرتك كنت مكاني ما كنتش هتقدر. مفيش حاجة اسمها ما قدرتش ومش هقدر. لازم تفهم قبل اي شيء ان التعليمات دي لضمان امنك وسلامتك. ازاي بس يا مصطفى بيه اسمع كل اللي سمعته ده واسكت؟ ازاي؟ طالما ان التعليمات بتقول لك اسكت يبقى لازم تسكت. ازاي اسمع ان في طيارات مستير وفي سلاح وان شيمون بيريس في باريس وان في حرب وانا عايش في وسط كل الجنون ده؟ ازاي اسكت؟ ده انا اتكلم حتى لو روح فيها. واذا قلت لك ان كل اللي بعته ملوش اي قيمه؟ ملوش أي قيمة. كلام بيتقال في أي مكان وفي كل مكان. لو خدت بالك من الكلام اللي أنت بعته هتلاقي نفسك كاتب سمعت قيل يقال، يعني مفيش خبر واحد يستاهل إنك تعرض نفسك للخطر علشان. أورلو معاه حق. يقوم يسيب ديفيد في ظروف زي دي؟ هو ما قالش إنه عاوز يسيبه. مين اللي قالك؟ أنت اللي لسه قايلة إنه عايز يغير نشاط الشركة. علشان أزمة ممكن تعدي بعد كام أسبوع. أنت عارفة كان في على الطيارة كام راكب امبارح؟ معنى كده بقى إن الشركة لازم تتصفى. معنى كده إن اللي حاصل في البلد ما يخليش للسياحة سوق. دي مجرد أزمة. حددتي ميعاد الجواز زي ما طلب منك إلياهو؟ إلياهو لسه في باريس. حددتي ميعاد الجواز إستر؟ إستر أنا عارفة أنت بتحبي ديفيد قد إيه، وعارفة كمان إن ديفيد بيحبك، لكن هو اللي نقوله نرجع نقوله تاني؟ مونيكا أنا المركب قبل ما تغرق الفيران بتنط منها. ليه قلتي كده؟ أورلون ما سابش ديفيد النهارده هيسيبه بكره، وشارل سامحون إذا كان بيساعده النهارده بكره هيبطل مساعده. اسكتي مونيكا. أنا خايفة عليكي. وأنا خايفة على ديفيد. وإلياهو جادوسكي هتجوزه. خلاص مونيكا هتجوزه. مونيكا مالك؟ في ايه مونيكا؟ لو كنت بتسافري اوروبا زي كنت حسيتي باللي انا حاسه بيه.
في ايه؟ يظهر ان محكوم علينا نعيش متشددين طول عمرنا حتى لو كنا في ارض المعاد. ليه بتقولي كده؟ في الاول الشتات كان واحنا بعيد عن الارض، دلوقتي لما رجعنا لها اصبح الشتات جوانا. استر اتجوزي الياه واخلصي. استر اتجوزيه، هو كله شتات.